بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، أرسله ربه عز وجل بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فلم يترك عليه الصلاة والسلام هذه الدنيا إلا وقد بيَّن لأمته البيان الشافي، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لازلنا في كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقد بينا أكثر من مرة بأن هذه العقيدة ألفها الإمام الحبر العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد السلام ابن تيمية في سؤال ورد إليه في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، فكتب هذه العقيدة وأمهل خصومه 3 سنين أن يأتوا بشيء يخالفها مما كان عليه السلف الصالح، وإلى اليوم والحمد لله وهذه العقيدة لا يستطيع أحد أن يأتي بما يخالفها، لأنها مستمدة من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية، وقال: بعثت في خير قرون بني آدم. على الإطلاق قرن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل قرون الدنيا كلها على الإطلاق، وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. فهذه 3 القرون الأولى هي أفضل قرون الأمة على الإطلاق، ولذلك ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والتابعون لهم بإحسان من سلف هذه الأمة، هذه عقيدتهم المستمدة من القرآن الكريم، من الآيات القرآنية، معتمدة على كلام الله عز وجل، ثم على كلام رسوله صلى الله عليه وسلم من السنة المطهرة. وحسبنا بهذين الأصلين أن نتمسك بهما، ففيهما النجاة، وفيهما الخلاص، وفيهما الهدى والنور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فما دمنا متمسكين بالقرآن الكريم والسنة المطهرة فنحن على الهدى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يفترقان حتى يرد علي الحوض. فكتاب الله عز وجل هو الهدى والنور، ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله اعتمد في هذه العقيدة بالاستدلال على من الآيات القرآنية التي فيها بيان لما أوجبه الله عز وجل على العباد من عبادته وطاعته واتباع أمره واجتناب نهيه. فالقرآن الكريم هو حبل الله المتين، وسيأتينا كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في وصف هذا القرآن والحث على التمسك به، وأنه هو حبل الله المتين والصراط المستقيم، وأن من تمسك به فاز ونجا، ومن تركه والعياذ بالله ضل عن الطريق وغوى. فنأتي إلى كلام شيخ الإسلام في هذه العقيدة المباركة. تفضل يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. غفر الله لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الاجتماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسماً لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أعمال وأفعال باطنة أو ظاهرة ممن له تعلق بالدين، والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. نعم، إلى هنا. يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بيان أن أهل السنة والجماعة هذه هي طريقتهم العملية، بعد أن بين عقيدتهم بين طريقتهم في الحياة، وهو اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نعلم أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هم خير هذه الأمة، وهم الذين نقلوا لنا أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته. فهذه هي السنة، أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، ما كان يفعله كان الصحابة يرصدون أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وينقلونها لنا، وكذلك ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضاً مما حصل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وسكت عنه الرسول عليه الصلاة والسلام وأقره، فهذا إقرار منه، لأن الوحي كان يتنزل من السماء، فلو كان فيه شيء يخالف لأبلغ جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بواسطة الوحي عن الحق في هذه المسائل. ولذلك نقل الصحابة أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان بعضهم ينيب بعضاً إذا ذهب لعمل من أعمال الدنيا يقيم صديقه وأخاه ليستمع ما يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخبره بما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، حرصاً منهم رضي الله تعالى عنهم على العلم، وحرصاً منهم على اتباع السنة، لأن الله عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأصدق الحديث هو كلام الله عز وجل، وخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في فضل
كلام الله عز وجل وهو القرآن، كلام الله عز وجل المعجز بألفاظه ومعانيه هو كلام الله عز وجل، هو القرآن الكريم الذي تكلم الله به وأنزله بواسطة جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهي هذه المصاحف التي بين أيدينا هي كلام الله عز وجل، وهي الحجة من الله عز وجل، الحجة على العباد من الله عز وجل. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأخذون القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكتبون أيضاً السنة، فنهاهم عن كتابة السنة حتى لا يختلط بالقرآن، وحتى ينصب اهتمام الصحابة رضي الله عنهم على القرآن فيكتبوه، ثم أذن لبعض الصحابة بكتابة السنة كعبد الله بن عمرو بن العاص وبعض الصحابة. فكلام الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يبلغ في وصف القرآن الكريم أكثر مما وصف الله عز وجل كتابه في القرآن الكريم. فالله عز وجل يقول: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، أي لكان هذا القرآن. لو أن كلاماً أو كتاباً مما أنزله الله عز وجل على رسله، لأن الله عز وجل أنزل قبل القرآن كتباً على رسله، فأنزل التوراة على موسى عليه السلام، وأنزل الإنجيل على عيسى عليه السلام، وأنزل الزبور على داود، وهناك صحف إبراهيم وصحف موسى، فأبلغ الكلام هو القرآن الكريم. لو أن قرآناً يعني مكتوباً ومقروءاً سيرت به الجبال وانزاحت من أماكنها أو قطعت به الأرض جناناً وأنهاراً وطرقاً أو كلم به الموتى لكان هذا القرآن. الجواب يعني لن يكون هناك أفضل من القرآن الكريم. أيضاً قال الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فلو أنزل الله عز وجل هذا القرآن على جبل لتصدع ولتشقق ولخشع، فما بال بعض الناس لا يخشعون لكلام الله عز وجل، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يهبط من خشية الله. بعض الحجارة تتشقق ويخرج منها الماء، وبعض الحجارة تسقط من أعالي الجبال خشية من الله عز وجل. فلو أن الله أنزل القرآن على الجبال لتصدعت، وبعض الناس والعياذ بالله قلوبهم أقسى من الحجارة. الله عز وجل يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فالواجب على المسلمين أن يتفكروا في كلام الله عز وجل، وأن يتدبروه، وأن يقرؤوه قراءة تدبر وتفهم، وأن يرجعوا إلى كتب العلماء، كتب التفسير الذين نقلوا لنا أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال التابعين في تفسير كلام الله عز وجل. وقد قال ابن عباس: حبر الأمة وترجمان القرآن، إن القرآن على أوجه، فمنه ما تعرفه العرب من ظاهر كلامها كالسماء والأرض والجبال والأنهار، هذه يعرفها البدوي في الصحراء، يعرف هذه المعاني. ونوع من القرآن من كلام الله لا يفهمه إلا العلماء،
العلماء الراسخون في العلم الذين يعرفون الحلال والحرام ويعرفون تأويل كلام الله عز وجل. وهناك من القرآن ومن آيات الله مما استأثر الله تعالى بعلمه، كما ما يكون في الجنة وما يكون في النار، كما قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، لكي يفهم الناس الخطاب. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يستفسرون عن بعض المعاني من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نزلت آيات الظلم والتحذير منها قال الصحابة رضي الله عنهم: وأينا لا يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس ذلك، إن المراد بالظلم هو الشرك، أما سمعتم قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم. فهذه من المعاني التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة. وكيفيات أسماء الله عز وجل وصفاته، هذه المعاني نفهمها ونعرفها، ولكن الكيفيات نجهلها. ولما دخل رجل على الإمام مالك قال له: إن الله عز وجل يقول: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق الإمام مالك برأسه حتى علاه العرق الرحضاء، ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم، يعني العلو، أن الله فوق عرشه بائن من خلقه، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لأن معرفة صفات الله عز وجل تابعة لذاته. فكما أننا لم نرى ذات الله عز وجل فكذلك لا نعرف كيفية صفاته. فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج من المسجد. هذا جواب الإمام مالك إمام دار الهجرة، ليبين ابن عباس في كلامه هذا أن هناك شيئا آيات من القرآن لا يعرف تأويلها إلا الله عز وجل مما استأثر الله تعالى بعلمها. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نقلوا لنا معاني القرآن. يقول مجاهد بن جبر وهو من تلاميذ ابن عباس: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية أسأله عن معناها وفيما نزلت، لأن معرفة أسباب نزول القرآن مما يعين على فهم القرآن. وقد ألف علماء التفسير كتباً في أسباب النزول، كالإمام الواحدي وغيره من العلماء ممن ألفوا في أسباب النزول. ويقول ابن مسعود وهو من علماء الصحابة: لو أعلم أحداً أعلم مني بكلام الله عز وجل وتفسير معانيه تصله الإبل لرحلت إليه، وإني لأعلم أي آية نزلت وفي من نزلت، وكان ملازما رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن القادم من البعيد يعتقد ويحسب أن ابن مسعود من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا القرآن الكريم الذي أمرنا بتدبره والتمعن فيه، يقول الرب عز وجل في القرآن: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلم يتدبروا القول، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فالقرآن الكريم نزل للتدبر والتمعن، لا يكون هم العبد آخر السورة، وإنما يفهم خطاب الله عز وجل، وإذا أشكل عليه معنى فيسأل العلماء ويرجع لكتب التفسير
والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. العلماء هم الذين يبينون لك هذه المعاني التي تجهلها. ولذلك يوجد في الأسواق أكثر من 100 تفسير موجودة في المكتبات. اعتنى علماء السنة وعلماء السلف الصالح وعلماء الأمة بتفسير كلام الله عز وجل، وأخذوا هذا التفسير عن التابعين، وأخذه التابعون عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول في القرآن: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فالقرآن كتاب هداية، الله أنزله عز وجل ليس فقط للتلاوة، أنزله للتدبر والعمل. لا بد أن نعمل بما في القرآن الكريم. ويقول الصحابة رضي الله عنهم كابن مسعود وغيره: إذا سمعت الله عز وجل يقول لك يا أيها الذين آمنوا فأرخ لها سمعك، فإنما هو خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فلذلك على العبد أن يتأمل كلام الله عز وجل، وأن يتدبره، وأن يكرره. الصحابي الجليل عبد الله بن عمر بن الخطاب جلس 8 سنين يتدبر سورة البقرة ليحفظها، 8 سنوات، وهو الصحابي الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه وجالسه وسمع كلامه وشاهد نزول الوحي. جلس 8 سنوات وهو ليحفظ سورة البقرة. ويقول الصحابة: كان الرجل إذا حفظ سورة البقرة وآل عمران جد فينا، يعني أصبحت له قيمة وأصبحنا نعده من أهل العلم. وسورة البقرة وآل عمران هي التي تأتي يوم القيامة تحاجان عن صاحبهما، كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تظلل صاحبها. العبد في ظل تلاوته للقرآن يوم القيامة، كما أن العبد في ظل صدقته، كما أن العبد في ظل صدقته يوم القيامة، كذلك تظلله آيات القرآن الكريم. يأتي أهل القرآن الذين يعملون به يوم القيامة، تقدمهم سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما، كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تظلل صاحبها. أنت يوم القيامة أحوج ما تكون إلى الظل. يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بهما، تدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق، وينزل العرق في الأرض أكثر من 70 ذراعا، وتدنو الشمس من رؤوس الخلائق على قدر ميل، حتى إن الناس في العرق على قدر أعمالهم. فهم في حاجة إلى الظل، والظل هو في اتباع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم من تلاوة القرآن ومن تدبر آياته ومن العمل بما فيه. بعض المسلمين لا يستمع إلى القرآن إلا إذا حصلت عنده وفاة إلى قريبه، كأن القرآن نزل للعزاء للأموات. هذا ليس بصحيح، القرآن نزل للتدبر وللعمل. كتابه هداية، أنزله الله عز وجل دستورا للعباد يأخذون بتعاليمه، يأخذون بأوامره، يجتنبون نواهيه. فيه وعد ووعيد، كما قال الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما وصف القرآن الكريم، قال رضي الله تعالى عنه: كتاب الله، يعني القرآن، فيه خبر ما قبلكم ونبأ ما بعدكم وحكم ما بينكم. القرآن فيه أخبار السابقين وأخبار ما كان وما سيكون، كما قال الشاعر: كتاب حوى كل العلوم
وكل ما حواه من العلم الشريف صواب. فإن رمت تاريخاً رأيت عجائباً، ترى آدماً مذ كان وهو تراب. وإن شئت كل الأنبياء جميعهم، وما قال كل منهم وأجاب مقالة كل نبي، وماذا قال لقومه، وماذا أجابه قومه، كلها في القرآن، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الكليات، كليات هذا الدين، كلها في القرآن الكريم. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أمير المؤمنين وصاحب رسول الله وأبو الحسن والحسين وأحد العشرة المبشرين بالجنة، يقول في وصف كتاب الله عز وجل: فيه خبر ما قبلكم، ونبأ ما بعدكم، وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. وهذا مأخوذ من القرآن الكريم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء، ولا تشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد. مهما قرأت القرآن فإنه يتجدد. كم مرة نقرأ سورة الفاتحة ونرددها، كلما قرأناها في صلاة أو في غير صلاة نجدها تتجدد. لو أنك قرأت كلام من كلام البشر أو قصيدة من القصائد مرة ومرتين وثلاث لما سمعتها، لكن كلام الله لاستثقلت ترديدها أكثر من مرة أو مرتين لأصبحت ثقيلة على سمعك. ولكن كلام الله عز وجل كلما قرأته كلما ازداد حلاوة، لا تشبع منه العلماء، ولا تمله القلوب على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. القرآن كله عجائب، ولا زال العلماء تنكشف لهم كثير من الأمور ومن الكنوز التي في القرآن الكريم تظهر لنا في هذا العصر، عصر التقنية والتقدم الحضاري والتكنولوجي، لا زال القرآن الكريم يحتوي كنوزاً من المعلومات وكنوزاً من كلام الله عز وجل في شرح ما في هذا الكون من الآيات العظيمة. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الخلق في اتساع وفي زيادة، لا يخلق من كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه. وهو الذي من تركه من جبار قصمه الله، الذي يعرض عن كتاب الله عز وجل ولا يحكم به فهو والعياذ بالله على ضلالة. من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. الهدى والنور هو في القرآن. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، هو روح، هو حياة. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. فالقرآن روح، والقرآن نور، والقرآن حياة للأرواح، حياة للأبدان، حياة للإنسان. من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. الذي يعرض عن كلام الله وعن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن معيشته تكون ضنكا، ويكون في بؤس، ويكون ضيق الصدر حرجا كأنما يصعد في السماء والعياذ بالله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، مهما كان عنده من أموال، ومهما كان عنده من قوة، ومهما كان عنده من صحة، فهو يعيش في ضنك. السعادة هي في الإيمان، السعادة هي في تلاوة القرآن. فالقرآن الكريم لا تنقضي عجائبه، ومن أعرض عنه والعياذ بالله فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها
وكذلك اليوم تنسى. من أعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مهما كان عنده من أموال الدنيا فإنه في ضيق وفي حرج والعياذ بالله، ولا يجد السعادة، لأن في الروح وفي النفس حاجة وفاقة لا يسدها شيء إلا ذكر الله عز وجل وطاعته. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا يمكن أن تطمئن القلوب بأمور الدنيا أبدا، لا تطمئن إلا بذكر الله عز وجل. فذكر الله عز وجل هو حياة القلوب، ولذلك نجد بعض من من الله عز وجل عليهم بالدخول في الإسلام ولو كانوا من أهل الغنى وأهل المناصب وغيرها، نجد بعضهم من وقت منذ أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله تجده منشرح الصدر، بل يبكي فرحا لأنه حصل على السعادة. الكفار ليسوا في سعادة، أهل البدع ليسوا في سعادة، إنما هم في ظلمات الجهل والعياذ بالله. فالله عز وجل أخرجنا من الظلمات إلى النور ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك القرآن الكريم هو كتاب الهداية، لا نجعله فقط للقراءة في أوقات العزاء وعند الجنائز وفي القبور. القرآن كتاب هداية وكتاب عمل ودستور حياة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. القرآن كتاب هداية وكتاب عمل ودستور حياة وقانون للمسلمين، يجب عليهم أن يعملوا به وأن يكون هو الحاكم في أمورهم ويرجعون إليه. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرجوع إلى الله، إلى الله عز وجل، إلى كتابه، والرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاته، لأن القرآن محفوظ والسنة محفوظة. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله ومثله معه. وسيأتينا حديث المقداد بن معدي كرب في التحذير ممن يقول نكتفي بالقرآن عن السنة. ونأتي إلى كلام الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه في وصف كلام الله عز وجل في القرآن، قال: من تركه من جبار قصمه الله، أذله الله في الدنيا والآخرة، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله والعياذ بالله. هو حبل الله المتين، هو حبل الله الذي نتمسك به، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، هو الذي من عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هذا هو وصف الإمام علي بن أبي طالب للقرآن الكريم، وقد ذكره الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية. هذا كلام بليغ من رجل بليغ، علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه من أبلغ الصحابة وأفصحهم. هذا كلامه في وصف كلام الله عز وجل، بأن من ترك القرآن من جبار قصمه الله وأذله الله، مهما علا في الدنيا فإن نهايته والعياذ بالله الخسران المبين. ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله. الهداية هي في القرآن الكريم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط هو القرآن، الصراط هو الإسلام. ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. فهذا هو في وصف كلام الله عز وجل من الإمام
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم إن الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية قال: أصدق الكلام كلام الله، وهذا مأخوذ من خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا قام خطيبا في الناس قال: أيها الناس، إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ذكرنا في الدرس السابق حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وجاء في رواية النسائي لهذا الحديث وصحيح ابن خزيمة: وكل ضلالة في النار. فليس هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، البدع كلها ضلالة، وهذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه جاء بلفظ العموم، قال: كل بدعة، وكل من ألفاظ العموم، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبينا أيضا سبب قول عمر رضي الله تعالى عنه: نعمة البدعة هذه، عندما جمع الناس على أبي بن كعب وتميم الداري في صلاة التراويح، لأنها سنة فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحياها عمر رضي الله تعالى عنه في خلافته، وجد الناس في صلاة بعد صلاة العشاء أشتاتاً يصلون اثنين وثلاثة وأربعة، واحد يصلي وحده، فقال: لو أني جمعتهم على إمام واحد. فجمعهم على الصحابي الجليل أبي بن كعب، وكان من علماء الصحابة، وعلى تميم الداري رضي الله تعالى عنهما، فصلوا بالناس، اجتمعوا على أبي، فخرج عليهم عمر وهم مجتمعون يصلون صلاة التراويح خلف أبي بن كعب وخلف تميم الداري، فقال: نعمة البدعة هذه، يعني البدعة اللغوية، هو أحيا رضي الله تعالى عنه سنة شرعية فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تركها النبي صلى الله عليه وسلم رأفة بأمته، خشية أن تفرض عليهم صلاة التراويح. صلى في الليلة الأولى، ثم الليلة الثانية، ثم اجتمع الصحابة في الليلة الثالثة، ثم في الليلة الرابعة لم يخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، لم يخرج من بيتي، جلسوا ينتظرون. فلما صلى الفجر سألوه، قالوا: جلسنا ننتظرك يا رسول الله وما خرجت علينا. قال: إني خشيت أن تفرض عليكم. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته. فعمر رضي الله عنه ما أحدث أمرا جديدا في الإسلام، حاشا عمر الفاروق أن يأتي ببدعة لم تفعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو جمعهم وأحيا هذه السنة التي فعلت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قولهم: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة لما جاءه جماعة من الصحابة مجتاب النمار، عامتهم من مضر، يعني حالهم فقير، تغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخلوا عليه في المسجد مجتاب النمار، يعني لابسين الجلود من الفقر،
ليس عندهم شيء وهم من العرب من مضر. فقال صلى الله عليه وسلم، قام في الصحابة خطيبا ووعظهم وأمرهم ودعاهم إلى التبرع لهؤلاء الصحابة الفقراء. فجاء رجل من الأنصار بصرة من ذهب من مال كادت يده أن تعجز عن حملها، ثم وضعها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم صدقة لهؤلاء. فلما رآه الصحابة تتابعوا، كل أتى من بيته بصدقة، الذي جاء بثياب والذي جاء بحب والذي جاء بأقمشة، حتى تهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرحا بفعل الصحابة. ثم قال: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. فهذا الصحابي يعني سن سنة اللي هي الصدقة، أسرع واقتدى به الصحابة، وفعل الصدقة سنة، أمر الله عز وجل بالصدقة: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والله عز وجل أمر بالصدقة: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لكم والله شكور حليم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فالله عز وجل أمر بالصدقة وأمر بالبذل وأمر بالزكاة وجعلها فرضا في أموال الأغنياء، تؤخذ من أغنياء المسلمين وترد على فقرائهم، كما هي في قصة معاذ رضي الله عنه لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. وقد أخرج الإمام أحمد في مسنده، الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة، ألف كتابا في السنة سمي المسند، والمسند مؤلف على مسانيد الصحابة رضي الله عنهم، فبدأ بمسند أبي بكر ثم مسند عمر، يعني مرويات أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرويات عمر ومرويات عثمان ومرويات علي ومرويات العشرة المبشرين بالجنة عموما، ثم مرويات أهل بدر. فجمع في هذا الكتاب العظيم مسند الإمام أحمد أكثر من 40,000 حديث، وكان رحمه الله يحفظ أكثر من 1,000,000 حديث، حفظ لنا السنة وثبته الله عز وجل أيام المحنة في عصر الخليفة المأمون عندما جاء ببدعة خلق القرآن وأن القرآن مخلوق، فثبت الله الإمام أحمد وقال: القرآن كلام الله عز وجل، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله غير مخلوقة. فثبت الإمام أحمد وأصبح إماما لأهل السنة والجماعة. فروى في مسنده، وروى معه الإمام أبو داود صاحب السنن، والترمذي كذلك صاحب السنن. الفرق بين المسانيد والسنن: السنن على أبواب الفقه، يعني بدأ بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج، هذه السنن، كتب السنة التي هي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. أما المسانيد فهي على أسماء الصحابة. فروى الإمام أحمد في كتابه المسند، وروى أبو داود والترمذي في سننهما عن العرباض بن سارية حديثه العظيم الذي أوصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وتحذير النبي عليه الصلاة والسلام من البدع، لأن البدعة في الدين هي معول هدم في الدين وفي صرح الدين وفي صرح الإسلام، لأنه أخطر ما يهدد وحدة الأمة بالفرقة والاختلاف. أكثر أسباب اختلاف الأمة هي إحداث البدع، لأن صاحب البدعة يعتقد أنه على الحق فيدافع عنها ويعادي من يخالفه فيها، ولذلك حصلت الفرقة بين الناس بأسباب البدع. وأول بدعة ظهرت في الإسلام بدعة الخوارج، الذين خرجوا على عثمان بن عفان، ثم خرجوا على علي بن أبي طالب وكفروا الصحابة وأتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المؤمنين.
وقتلوا عثمان وقتلوا علي بن أبي طالب وحصل منهم الشر العظيم، هذه أول بدعة فرقت الأمة. ثم بدعة القدرية الذين نفوا القدر، ثم بدعة الجهمية الذين نفوا الصفات، وهكذا كلما أحدث رجل بدعة أحدث معه فرقة، وافترق المسلمون بسبب هذه البدع لأنهم خرجوا عما جاء في الكتاب والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تمسكوا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عليكم بسنتي يعني إلزموها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، كأنها شيء محسوس تمسكه، فإن كل محدثة بدعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، كائن من كان إذا أتى ببدعة فإنها مردودة عليه ولا يقبلها الله عز وجل، لأن إحداث البدع مما يؤثر على المسلمين ويؤدي إلى الفرقة بينهم. من هنا أكد النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عن البدع. وذكرنا أن الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي عرف البدعة فقال: البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك بها ما يقصد بالطريقة الشرعية، يعني يحدث أمرا في الدين يقصد به التقرب إلى الله عز وجل. والتقرب إلى الله هو بما جاء في القرآن والسنة، ليس بما أحدثه الناس، فلا يقبل الله عز وجل منه هذا الإحداث. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، لأن البدع في العبادات وفي العقائد، أما المعاملات فليس فيها بدع، البدع تكون في العقائد وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي السلوك، أما المعاملات فليس فيها بدع. ولذلك قال: هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. من العلماء من وضح هذا التعريف فقال: إنه كل عمل، البدعة كل عمل يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل ولم يعمله النبي صلى الله عليه وسلم أو صحابته الكرام مع وجود الموجب له في زمن النبوة وزمن الصحابة وانتفاع المانع. مثل إيش؟ مثل صلاة الضحى. لو أن جماعة من المسلمين قالوا: نصلي صلاة الضحى جماعة لا نصليها فراد، نقول لهم هذه بدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إنما صلوها فرادا ولم يصلوها جماعة، فهذه تكون بدعة في الدين، وكان بالإمكان أن يفعلوها الصحابة لكنهم لم يفعلوها، لأن الأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أيضا لو أن إنسانا زاد في التكبير الله أكبر قال: الله أكبر وأعلى، يعني هي تعظيم لله عز وجل، لكن نقول هذه بدعة، وزيادة في الأذان فهي مردودة على من قالها مع أن فيها تعظيم لله، الله أكبر وأعلى، فنقول هذه لم يفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ولذلك فإن العلماء بيّنوا أن من أسباب نشوء البدع في الدين المبالغة في التعبد، يعني بعض الناس يريد أن يزيد في عبادته وفي تقربه إلى الله ويبالغ في التعبد بشيء لم يشرعه الله عز وجل ولم يأتي في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك: روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر فرأى رجلا عليه زحام قد ظلل عليه، رأى رجلا من الصحابة عليه زحام من الصحابة قد ظللوا عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ قال الصحابة: هذا رجل صائم قد ظلل عليه.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيام في السفر، وقال: ليس من البر الصيام في السفر، مروه فليفطر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، وروى الإمام مالك في الموطأ موطأه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما في الشمس فقال: ما بال هذا؟ قالوا: يا رسول الله، هذا رجل نذر أن لا يتكلم وأن لا يستظل من الشمس ولا يجلس وأن يصوم، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: مروه فليتكلم ومروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. يعني الله غني عن تعذيب هذا الرجل لنفسه. ليس من عبادة الله عز وجل أنك تقف في الشمس ولا تجلس ولا تستظل وتعذب نفسك. الله غني عن تعذيب العبد لنفسه. قال: مروه فليستظل وليجلس وليتم صومه. وروى الإمام البخاري عن قيس بن أبي حازم رضي الله تعالى عنه قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمتة، يعني حجت ونوت أنها لا تكلم أحدا. قال رضي الله تعالى عنه أبو بكر: قال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل. هذا من أمور الجاهلية، كان بعض الناس في الجاهلية إذا حجوا لا يتكلمون، فقال: هذا من أعمال الجاهلية وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يحج صامتا لا يتكلم. وقد أتى إلى الإمام مالك، وذكرناها في الدرس السابق، أنه أتاه رجل فقال له: يا أبا عبد الله، وهذه كنية الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة وأحد العلماء المتبعين، قال: يا أبا عبد الله، من أين أحرم؟ قال: من ذي الحليفة، من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني أريد أن أحرم من المسجد من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال له الإمام مالك: لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فقال: يا إمام، وأي فتنة هذه؟ إنما هي أميال أزيدها، أميال أزيدها من عند القبر أكثر مما فعل يعني النبي عليه الصلاة والسلام. قال له: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ومن أسباب نشوء البدع اتباع الهوى، يتبع العبد الهوى رغبة في الظهور ورغبة في الذكر، فهي تؤثر على الإنسان تأثيرا عظيما وتأثيرا قويا إذا ما انفلتت هذه الرغبة من القيود الشرعية. قال الله تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بعض الناس ليريد الذكر والصيت في الناس فيحدث أمرا ليكثر أتباعه، مثل ما يفعلون أهل البدع من الصوفية وغيرهم الذين يحدثون بعض البدع عند القبور وغيرها ليكثر أتباعهم، ويعملون بعض التمتمات وغيرها ليغتر الناس بهم. فهذه من البدع التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي من اتباع الهوى. ومن اتبع هواه بغير هدى من الله عز وجل فإنه يضل. قال عز وجل: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. أيضا اتباع غير المعصوم. المعصوم هم الأنبياء عليهم السلام،
حتى الصحابة رضي الله عنهم ليسوا بمعصومين، ولا الأئمة كما عند الشيعة الذين يرون العصمة للأئمة، فالعصمة هي للأنبياء والرسل عليهم السلام. بعض الناس يتبع بعض من يعجب به ويسلم له ويجعل أقواله وأعماله دليلاً على الأحكام الشرعية، لأن غير المعصوم يخطئ ويصيب، فلا يجوز لك أن تتخذه إماماً، إنما الإمام هو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم قد يغتر ويكذب على الناس حتى يتبعوه، فيكون ذلك سبباً للابتداع والعياذ بالله والانحراف والكذب على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين، وكتابه القرآن هو خاتم الكتب، وشريعته عليه الصلاة والسلام هي خاتمة الشرائع، فلا حكم إلا ما حكم به القرآن والسنة، ولا سنة إلا ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الأخير أيضاً من أسباب نشوء البدع الاستناد إلى الأحاديث الواهية والأحاديث الموضوعة المكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من أخطر الأمور. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار والعياذ بالله، كما في الحديث المتفق عليه في البخاري ومسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين، كما رواه الإمام مسلم. وبقدر التساهل في الأحاديث وعدم التثبت فيها يقع الناس والعياذ بالله في براثن البدعة، ولذلك تجد بعض الناس لا يتثبت في الأحاديث، فتجده يأتيه رسالة على الواتس ولا غيرها من وسائل الاتصال حديث لم يتأكد من صحته، ويقول له المرسل: ارسله وتقرب إلى الله بهذه الرسالة تكون صدقة لك ولوالديك، ويكون هذا الحديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء، علماء السلف الصالح من المحدثين، قالوا: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. تميزت أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالإسناد، إذا جاء رجل بحديث نقول: أين سندك؟ بأي كتاب هذا الحديث؟ هل هو في الصحيحين؟ هل هو في السنن الأربعة؟ هل هو في المسانيد؟ ما درجته هذا الحديث؟ لأن غير الصحيحين دخل فيها بعض الأحاديث الضعيفة، بل بعضها والأحاديث المكذوبة والعياذ بالله، مثل حديث: من حج فلم يزرني فقد جفاني. هذا حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هل الذي حج وأتى إلى مكة ورجع إلى أهله ولم يزر المدينة هذا جفى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لو أحد جفى الرسول فهذا والعياذ بالله من الكبائر ومن الخروج من الدين، بل كل مسلم يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسه وأكثر من ماله وأهله والناس أجمعين. لما قال عمر رضي الله عنه للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من أهلي وولدي إلا من نفسي، قال له: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. قال: يا رسول الله، والله إنك لأحب إلي من ولدي ووالدي ومن الناس أجمعين ومن نفسي. قال: الآن يا عمر. الرسول عليه الصلاة والسلام مأمورين أن نحبه أكثر من أنفسنا ومن أهلنا ومن أموالنا ومن الناس أجمعين. فيأتي إنسان بهذا الحديث يقول: من حج، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. قد يكون هذا الحاج لا يتمكن بزيارة المدينة، ليس عنده مال، أو ليس عنده وقت،
أو نيته أن يأتي للمدينة بسفرة خاصة ليصلي في المسجد النبوي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز أن تشد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما شد الرحل هو إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، وبيت المقدس، المسجد الأقصى، ومسجدي هذا، وما سواه لا يجوز أن تشد الرحل إليها، ولا يجوز أن يسافر لزيارتها إلا لهذه الثلاثة المساجد. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أحينا على سنة محمد صلى الله عليه وسلم وأمتنا عليها، واحشرنا في زمرة نبيك صلى الله عليه وسلم، واجعلنا من أحبابه ومن أنصاره ومن أتباعه، وارزقنا شفاعته يوم الدين وشربة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا، واحشرنا تحت لوائه وفي زمرته، وارزقنا جواره في جناتك جنات النعيم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.